الحرب يلي صارت عندنا بلبنان كانت كتير بتخوف، دمرت البيوت وقتلت كتير عالم ودمرت كتير جسورة. مش بس هيك، صار نحنا صغار كتير زعلنا وتأثرنا وكتير اشياء تغيرت فينا، كتير اشياء تغيرت فينا. بس يروح الجيش بروح على شغله، بس يرجع باقي الجيش الإسرائيلي بيرجع بيروح تيقوسهم، بيرجعوا شو بيخلصوا وبيروحوا باقي الجيش اللبناني عبيتهم. شو هاي؟ بنت. بس لأنه نحنا كتير بنحب لبنان، بدنا من لبنان يرجع مثل ما كان ونحنا نرجع مثل ما كنا.